مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية، شكرا على تواجدكم معنا في هذا الوقت، وقت اختبارات وموسم فعاليات في كل مكان. حجزتونا جزء من وقتكم وشرفتونا في هذه المساحة، فشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. يعني أنا عندي اعتراف، كل مكان أكون فيه أيا كان هذا المكان، سافرت رحت جيت طلعت أي مكان، المكان الأكثر قربا إلى قلبي وأكبر أسباب سعادتي هذا المكان الذي أقف أمامكم عليه، كل مسرح يجمعني بجمهور رائع مثلكم، فشكرا على مشاركتي هذه الفرحة. قبل لا أبدأ أتكلم في الموضوع اللي مرة يهمني أتكلم فيه هذا اليوم، ويعني أتمنى أن تخرجوا منا بفائدة، أبي بس أعرف وش أسوي في الحياة، مو بواجد بس يعني بقول وش قاعد أسوي. أنا درست صيدلة، معليش درست هندسة كيميائية، تخرجت صيدلاني. أنا سويت هاكينج على النظام التعليمي، اشتغلت صيدلاني لكني احترفت العمل كمقدم فعاليات ومؤتمرات، وظهرت على هذا على مثل هذه المسارح كثير. يعني قدمت في الصحراء، قدمت في البحر، قدمت في طيارة، والله العظيم قدمت يا جماعة، قدمت في كل شيء. أنا أتذكر كنت في يبرين واتصل على أمي قالت وينك، قلت أنا في يبرين، قالت وش عندك أمي، قلت أقدم، قالت حتى في يبرين، فقدمت في كل مكان. في الأخير كتب الله لي أن أكون جزء من قناة MBC في برنامج جديد اسمه السالفة جد. خلال هذا الوقت كان معنا شركة اسمها نص، عمرها 5 سنوات الآن في صناعة المحتوى، ويا رب تكبر. عائلتنا الآن تتكون من 25 موظف ويا رب زيادة. عندنا The Stage وهو مساحة تفاعلية لكل الشباب والبنات يمكن أن يقدموا فيها مواهبهم أو أفكارهم أو حتى أحلامهم وطموحاتهم، وإن شاء الله أي أحد مهتم يقدر يبحث يكون ويانا في ذا ستيج. عندنا تم ديجيتال ماركتينج، وايضا عندنا مع عبد المحسن السبيعي اسد استوديو، وهو مكتب تصميم معماري. فهذه اشياء يعني نحس فيها كل يوم ونبغاها تكبر ونقول يا رب. عندي فيديو بسيط احب ان اشارككم اياه، ودي نشوفه وبعدين نطمر على موضوع هذه الكلمه، نشوفه مع بعض. أحد أشهر شعراء الخليج وأكثرهم عذوبة وإبداع، أحد طلابها المتميزين، رحبوا معي حضورنا الكريم بالشاعر محمد بن ولي بن العازم. أهلاً وسهلاً بكم في منتدى إثراء، تواجدكم مملف من كل هذه المقاعد، شكراً جزيلاً لكم. هذا وهم وتقول لي وجودك سعادة، شو قصدك؟ يعطيك احنا جيل نتعب ونكرف بس نوقف، احنا جيل نعرف ان الطريق طويل طويل مره بس نمل، ندري ان العقبات اكثر حتى من الاشياء اللي ما نتوقعها، نبطل. احنا جيل قوي قادرين نغير كل هذه الدنيا اذا امنا ان الجهد هو القادر على تغيير الاشياء. السالفة صارت جد. الفيديو الأول يا جماعة ضيم، الشخصية ضيم، الحلاقة ضيم، كانت أشياء يعني في ذاك الوقت نعتقد أنها كل الدنيا وكل الأشياء التي نستطيع تحقيقها، لكن هذا الأمر تغير. لذلك أنا جاي أتكلم عن موضوع، هذا الموضوع تحدث معي أحد المختصين في علم الاجتماع، دكتور درس في جامعة الإمام من يمن الشقيقة، رجل كان بينه وبين النقاش، فسألته وش أكثر شيء تخاف منه على الجيل الجديد، أكثر شيء، قال أخاف عليهم من الاعتزاز بالوهم. حلوة الكلمة، بس وش يعني الاعتزاز بالوهم؟ قال أنا أخاف
أنهم يعتقدون أن منجزاتهم الآنية الحالية هي أكبر شيء يستطيعون فعله. حسيت في شيء من المبالغة، ما أعتقد هذا الكلام صحيح. من بعد هذه الكلمة وأنا أحاول أنتبه وأحاول أبحث وأحاول أشوف في الناس وأشوف في نفسي، هل فعلا الاعتزاز بالوهم خطر؟ هل هو فعلا أمر خطير؟ وللأمانة ببحث ما هو طويل اكتشفت فعلا أنه واحدة من أخطر الأشياء علينا كلنا، مو بس الجيل الجديد، الجميع، هو الاعتزاز بالوهم. فكل يعني أنا سميتها متلازمة الاعتزاز بالوهم، اللي يدرسون متخصصات صحية يعرفون متلازمة هي مجموعة أعراض. فقلنا نبي وش هي مسببات أو أعراض متلازمة الاعتزاز بالوهم، كيف نعرف أنت أو أنتي أو أحد معنا عنده هذا الاعتزاز بالوهم. فأول شيء في هوس بالألقاب، يموتون في الألقاب، يبغى أي لقب، أفضل 100 رائد أعمال على مجلة فوربس صورة، أي لقب لو تقول أسمع بنسوي في الاستراحة أفضل 3 يسوون شاهي، يبغى لقب، هو يبغى لقب. ليش؟ لأن اللقب بالنسبة له سبب انتصار. قد يكون في ألقاب حقيقية ولها قيمة، لكن في ألقاب كثير كلنا نعرف أنها سوالف تفرح فيها من مشكلة، بس تراها مو بحقيقية. فأول عرض في هذا الهوس بالألقاب، تلاقي نفسك تبغى أي لقب، أي لقب، أي مسابقة، أي شيء تبغى اللقب، ما تفهم أو ما تدري شلون جاك ولا كيف جاك ولا طريقة استحقاق، لا مش مهم، تلاقي السفيه كله المركز الأول، المركز الأول، الفائز بكذا والفائز بكذا، ممتاز. بس مش بعد؟ ما في شيء. وش سويت بهذه الألقاب؟ لا شيء. هي ألقاب حلوة ولوحات ممتازة، بس هل هي ألقاب حقيقية أثرت في حياته العملية وجعلته يكسب أمر ما سواء دنيوي أو حتى يعني شيء للآخرة؟ لا، هو لقب. فالهوس بالألقاب هذه واحدة من الأعراض. المبالغة، الله، المبالغة يا جماعة، يعني ايش أقول لكم؟ يعني لو فاز بأمر معين، لنفرض أنك فزت بلقب ما، هذا الهوس بالألقاب، فاز بلقب، لا يقدمه كما هو، يقولك والله يعني كنا في اجتماع واختاروا أفضل 3 موجودين يتحدثون، يقولك لا أنا الأول على مستوى الرياض، لازم هذه الأول على مستوى المملكة، هو فعلا ما في إلا هذه المسابقة في المملكة ولا نافس كل الناس في المملكة، بس يبغى هذه المبالغة. تلاقيهم في شركة عندهم 3-4 موظفين، أمورهم ممتازة، حلوين، كل أمورهم زينة ومتجهين لطريق صحيح، بس عندهم هذه المبالغة، مؤتمر صحفي للإعلان عن العقد الجديد، والعقد مع شركة نظافة ماسك المكتب، ما في شيء. ففيها هذه الرغبة في المبالغة، يبغى يكبر كل شيء. وبعضهم يمكن فاهم التسويق الذاتي خطأ، هو يقول لازم نبالغ كذا عشان الناس ينبسطون ويكشخون فينا. لا، فرق بين أنك تقدم ما تفعل بشكل صحيح، وفرق ما بين أنك تكذب في إنجازاتك. فالمبالغة، يبالغون دائما. التقليل من الآخرين، ما عمره مدح أحد. لو تقول له الهلال فاز، قال يا أخي عادي، بطولة سهلة، ما يقدر يقلل من أحد. اللي يصفق الهلال يصفق الهلال. عنده هذه الرغبة الدائمة في التقليل الآخرين. ليش؟ طبعاً ما هو بس يعني، ممكن يكون حسد، ممكن يكون شيء ثاني، لكن السبب الأساسي إنه يريد أن ينقص من قيمة الآخرين عشان يتساوى وياهم. هو يبغى يصير وياهم واحد. فإذا قلت فلان ممتاز ولا فلان ممتاز وهو قال لي والله العظيم ممتاز، هو اعترف أنه له أفضلية عليه. هي مين مشكلة في أحد أفضل منك، لكن هو بالنسبة له ما يقدر يرى أحد أفضل منه ولا يسعى يكون أفضل، لا، يحاول التقليل من قيمة الآخرين. التنظير، الله، هذه شغلتهم، فنانين تنظير. تبي تتكلم عن الاحتباس الحراري، يفرش ويقعد ويتكلم عن كل شيء. تبي يتكلم عن البزنس، الله، ما عنده سجل تجاري، ما عمره فتح، ما عمره دخل على ميراث، ما عمره دخل على موقع وزارة العمل، ما يدري، بس يعطيك تفصيل للبزنس ويعلمك شلون تسوي بزنس وينصحك وش الطريق الصحيح للبزنس. هذه مصيبة جدا، واحذروا منهم، هذا النوع من الأشخاص ترى مرة خطرين. أنا أعرف أحد الأشخاص من بعيد، عضو في أحد اللجان اللي أعرفها من بعيد، بزنس، أموره في البزنس مرة ممتازة، ما عنده سجل تجاري واحد، ومستشار، ولا عمره فتح بزنس، ولا عمره باع وشراء ولا شيء. ففيه في رغبة في التنظير دائم. هذه الآن أعراض، أنت إذا كانت فيك انتبه، لأنك قاعد تعتز بوهم، حاول
تضبط هذا الموضوع. إذا كانت في ناس حولك انتبه منهم أو انتبه لهم، إذا كانوا غاليين عليك انتبه لهم ونبههم من هذا الشيء، إذا كنت تشتغل وياهم انتبه منهم. طيب وش مسببات هذه المتلازمة، متلازمة الاعتزاز بالوهم؟ حاولت أجمع، طلعت معي أربع أسباب أراها أنها واحدة أو مجموعة من أهم الأسباب اللي ممكن الشباب في جيلنا أو حتى في الأجيال السابقة أو الأجيال الجديدة ممكن يصيبهم هذه المتلازمة. أول سبب الاستعجال، يبغون كل شيء الحين، يبغى طموحاته الحين. كم في طالب تخصص صحي بس يرفع يده؟ ممتاز. كم في واحد منكم من أول ترم كتب الدكتور؟ ها شايفكم إيه؟ حلو حلو، بس قد تعتقد بالغلط، وهذا وهذه مشكلة إنك أنت قاعد تبني شخصيتك بطريقة خاطئة بدون نية صحيحة. أنت تكتب الدكتور فلان، الدكتورة فلانة، توها يعني حتى توهم ما خلصوا التحضير يمكن ما يصيروني. فليش خطر؟ لاحظ أنا ماني بجلس أسخر من اللي يسوونها، بس خطر عليك لأن أفرض مثلاً أنك قررت تغير لأي سبب، ما كان طريقك الصحيح، أفرض لأي سبب صارت لك مشكلة معينة ما أدري. فهذا الحمل من البداية مو بصحيح. عندك طموحات ممتاز بس بتجيها، لا تطالب بقيمتها الآن. كثير من الشباب يبغى قيمته حقت بكرة الحين، زي يبغى دفع مقدم، ما شفت شغل أنا، ادفع الحين، عطني تقديري أنا الدكتور، لو سمحت أحد يناديني للدكتور. طيب صير دكتور لأن نادوني من الحين ولا ما صير دكتور؟ هذا الاستعجال مرة خطر في كل المجالات طبعا. عنده بزنس يبغى يطمر، عنده مشروع يبغى يطمر، عنده شيء يبغى مبادرة يبغى يصير أهم مبادرة على طول في البلد، ما يبغى أحد، وهذه مشكلة. ما أحد يبغى يأخذ نفس ويأخذ وقت. أحد شاب طلاب الإعلام قابلته وكان يسأل عن مجال إعلامي، وأنا طلاب الإعلام أحبهم مرة، أحس بيني وبينهم رابط حتى لو ما كنت تخصصي معهم. فسألني قال أنا أبغى أصير مقدم في برنامج في MBC. قلت له الله يوفقك يعني. قال إيش تنصحني؟ قلت له ما يعني ما أدري، الله يوفقك، بس لسه ما تشوفه بدري، ثاني سنة جامعة يعني ما سويت شيء، قدمت قد سويت حوار مع أحد، مسكت الجوال وقلت أهلا وسهلا تعرف أي شيء أي شيء؟ قال لا والله، يبغى يروح يصير مذيع. ما هو بخطأ طبعا أنك تطمح، بس لازم تفهم أن هذه الموضوع خطوات. فلما قلت لأني 10 سنين والله أقدم على المسارح من يوم ما لا شنب ولا دقن ولا شيء وأنا أطامر، فما أصلحت الفكرة. 10 سنين واجد يا محمد. فنصحني هو، قال لي لو أنك شديت حيلك يمكن تخلصها في 3 سنوات. والله قلت له شكرا والله على نصيحتك، يلا الله يعوضني خير. طيب دوائر معرفة صغيرة هذه أيضا خطيرة مرة. أنت فعلا أفضل واحد في العالم بين الناس اللي هم حولك، فعلا انت احسن واحد، بس اول ما تطلع من هذه الدائره ما حد درى عنك. انت لست افضل واحد على الاطلاق. اللي يلعبون بلاي ستيشن روح العب مع عيال اختك، تحس انك احسن واحد يلعب، صغار صقعهم بالنتائج انبسط، لكن بس روح تلعب مع في بطوله ولا شيء في محترفين تجي على وجهك. ليش؟ لانك ما تبي تطلع من هالدائره، تبغى المنافسه بسيطه فما تبي تطلع. في الجامعه امورك زينه بس ما تبي تطلع للعالم آخر لدائرة جديدة، تبي تتنافس ما تبي. ليش؟ لأن الدائرة الصغيرة اللي أنت فيها تشعرك بأنك الأفضل، وهذه مشكلة. أنت فعلا أفضل كاتبة في رفقاتك، أنت فعلا أفضل شخص يحب يرسم مثلا أو فنان، أنت أفضل شخص بين رفقاتك في العلوم. لكن إذا طلعت من الدائرة اللي أنت فيها أو طلعت من الدائرة اللي أنت فيها أهميتك راح تقل. ما هو بعيب، اطلع بسرعة وتعرف على قيمتك وحاول ترتقي وتتقدم. سبب أخير، قراءة أكثر عمل أقل. في هوس بالقراءة ممتاز، اقرأوا اقرأوا ممتاز. إذا كانت قراءتك أكثر من عملك عندك مشكلة. ليش؟ لما تقرأ كتب البزنس تشعر أنك فاهم كل شيء، والله تحس أنك بكرة أنا وإيلون ماسك واحد خلاص سوا أبد، اللي سوى تسلا أبد. تحس أنك تقرأ كتابة تحس أنك فاهم أفكاره، تقول يا أخي يشبهني إيلون ماسك، يشبهني الرجل يشتغل بمئات المليارات وانت قاعد في البيت تقرأ كتابة تقول يا أخي نفس القصة سبحان الله. طبعا مرة ثانية لا تسخر من نفسك، بس هذا التقريب ما بينك وبين شخص أنجز إنجاز عظيم يصعب عليك أصلا التقدم، تقدر تصير زيه بس يمكن مو باليوم. فالقراءة كثيرة من دون عمل على الإطلاق قد يجعلك تصاب بأحد الأعراض اللي قلناها في البداية اللي هو الرغبة في التنظير. عندك معلومات الله وكيلك ممتازة بس ما قد سويت شيء. قراءة أكثر
عمل أقل خطر يا جماعة، اعملوا بقدر القراءة، وإذا استطعتوا أن تعملوا أكثر من القراءة ممتاز. هذه مرة خطرة. عرفتوا لما في البيت تسوي شيء مرة رهيب يقولون أهلك يا الله مرة ممتاز أنت، أنا أمي تمدحني مدح يا جماعة، مرات ما ودي أطلع من البيت، ما عاد ودي أقابل أحد إذا مدحتني أمي شيء مرة رهيب، يعني أخوانك خواتك سويت شيء قالوا لك مرة رهيب أنت مرة ممتاز، هذا المدح زين، هم في الأخير يبغون يدعمونك، يبغون يقولون لك كذا كلام جميل يشجعك خليك تتحمس تبتسم، ممتاز صح هذه مهمتهم، لكن إذا ما حولك مرشدون ناس يرشدونك يعطونك نصيحة حقيقية لما تفعل أنت عندك مشكلة. فإذا كانوا كل اللي حولك بس يمدحون يا أنك رهيب مرة ولا غلطة، أو أنك تحتاج مرشد، تحتاج أحد يوقف ويقول لك بالضبط وين الأخطاء ويقول لك بالضبط كيف ممكن تعدلها، ولا يصير المرشد هذا أي أحد تقول اسمع، توقف تنزل من الستيج تقول أهلا السلام عليكم أعطيني أهدي إلي عيوبي، مو كذا هي مي بهذه الآلية، يعني مو تروح لأي أحد، اختر شخص ترى أن له قيمة وقدرة عندك وأيضا في 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 قيمة وقدر في مجالك اللي تبغاه، واطلب منه إرشاد، أنا أسوي 1 2 3 هل أنا صحيح؟ وش أسوي؟ ليش خطأ صح إيه؟ ومهما كبرت قيمة وقدرا، الجميع هنا يشملهم هذا الكلام، مهما كبرت قيمة وقدرا إذا اعتقدت أنك لا تحتاج أي مستوى من الإرشاد عندك مشكلة كبيرة، وقد تصاب بمتلازمة الاعتزاز بالوهم. هذا الموضوع فعلا خطر، وأخوف نفسي فيه قبل أخوفكم به، لأن يمكن أننا موجودين في السوشيال ميديا فيجينا امتداح مرة رهيب ومرة يفرح القلب، ما تدرون مرات الواحد كذا عرفتوا اللي يطل ريالين في جيبه ويشوفه مبسوط، والله أنك تفتح المدحة وتنبسط عليه وتسكرها، مرة ممتع مرة ممتع الشعور هذا، بس في نفس الوقت لازم تعرف أن ليس كافي الامتداح اللي يجيك، وش بتسوي زيادة؟ هذا الامتداح اللي وصل لك وصل لأنك أنجزت أمر، فإذا توقفت هذه الأمور التي تنجزها لن يمتدحك أحد، والمهم أنت كيف ترى نفسك؟ إذا كنت تعتقد أن إنجازاتك الآن اللي تفعلها هي كل ما تستطيع فعله لن تتقدم على الإطلاق ولا خطوة واحدة. الاعتزاز بالوهم لا يعني أن تهمل نجاحاتك ولا إنجازاتك أو تسخف منها أو تقلل منها، لا، احتفل احتفل بقدر الإنجاز، احتفل بقدر الإنجاز، نجحت جبت شهادة ممتاز، اليوم تسوي حفلة، اليوم تأخذ هدايا تنبسط، بكرة ترجع للعالم الحقيقي وتبحث عن إنجاز أكبر. لا تقلل من إنجازاتك، لكن لا تجعل هذه الإنجازات في قيمة أعلى منها، دائما دائما انتبه أن يمتلئ قلبك بالاعتزاز بالوهم، لأن هذا والله العظيم أمر خطير علينا جميعا. هذا كان كل ما عندي، يعطيكم ألف عافية، أنا محمد الموسى. يعطيك العافية محمد. محمد قبل شوي كنت تقول أنك ما تحب الألقاب، طيب وش اللقب اللي ممكن أسميك فيه؟ الرهيب محمد. طيب محمد، هل النجاح وهم؟ لا لا، النجاح حقيقي، بس لازم تعرف، يعني لازم تعرف ببساطة كيف تقيم ما فعلت، وبتجرد لا تبالغ لكن لا تستهين، إذا بالغنا عشنا في وهم، وإذا استهنا فوتنا على فرصنا على أنفسنا فرصة سعادة. صحيح. طيب محمد، الحين عندنا أسئلة من الجمهور راح نسألك إياها. أوكي تمام، تعطونا الأسئلة؟ طيب أول سؤال، لي جائزة إذا جاوبت زين ولا ما؟ تستاهل. طيب أول سؤال من عبد العزيز المرادي يقول: إذا كان جلساء الإنسان الطموح ليسوا أصحاب همم عالية، فهل أولوية في تركهم والبحث عن أصحاب الهمم أم في المبادرة في تشجيعهم وحثهم على اكتساب الهم والطموح؟ عبد العزيز المرادي، عبد العزيز سؤال مرة مهم. إذا كنت تمتلك الطاقة والرغبة والقدرة على إنقاذ كل البؤس، إنقاذهم من كل البؤس اللي يعيشونه، ممتاز. لكن إذا كانت محاولاتك هذه راح أنت راح تملك بالبؤس والسوداوية، أهرب، أركض، البلد مليان ناس، إذا كان حولك ناس طول الوقت يلومونك أو يقللون من قدرك أهرب منهم. أنا أعرف دائما في سؤال بعد هذا على طول ينقال: طيب إذا هلي وين أروح؟ لا تشرك، يعني لا تشركهم في كل تفاصيل عملك وأحلامك، مو لازم أهلك يبونك تصير مبسوط ومرتاح، تجي تقول لهم ما كان سويت وأنا سويت، تقول لهم ما بلا خرابيط، طيب خلاص مرة ثانية قل أنا مبسوط يمه، لا تقول التفاصيل اللي ممكن أحد يسخر منك عليها. لكن إذا كان حولك دائرة أصدقاء سوداويين سلبيين راح يخربون عليك حياتك، أهرب منهم. المهم أنك تهرب.
طيب السؤال الثاني من نشوف السؤال منى حكاش تقول كيف بإمكاني الاحتفاظ بشغف أهدافي طوال الطريق أثناء تحقيقها؟ طيب لو كنا في ماراثون كذا أبو 15-16 كيلو، من اللي قد راح ماراثون؟ في أحد راح؟ ممتاز. من اللي خلص ماراثون؟ أوكي ما بلا اثنين. طيب إيش يصير في الماراثون وأنا بغيت أموت يعني في ماراثون أنا ما؟ فيوزعون موية صح؟ كذا في الطريق كيلو ولا شيء يحطون موية، فالمفروض أنك تبدأ تعرف شلون توزع الموية في الطريق حقك. فالموية هذه ممكن تكون يعني فرحة بإنجاز صغير تنبسط فيه، تسوي لك احتفال بسيط كذا تنبسط فيه، والله بتكافئ نفسك بسفرة ولا بشيء بتشتريه، بتكافئ نفسك ببريك راحة ولا. فوزع مويتك في الطريق عشان تقدر يبقى عندك هذه الطاقة. إذا ما قدرت تعرف متى البريك والراحة وكيف تقدر تشرب موية هنا وهنا تشد وهنا تخفف، بيكون الماراثون يعني شيء مرهق جدا في حياتك. جميل استشهادك مثل هذه المواقف يا محمد. طيب السؤال الثالث من عبد الله الفالح يقول كيف تبرز وتظهر قيادتك ونفسك بلباقة وأدب بين مجتمع مليء بالقياديين الطموحين؟ طيب احترام يا جماعة هذه مرة. أنا عندنا يعني أنا ودي أمثل في المجموعة اللي معاي في ذا ستيج، عندنا فريق مرة رهيب يبدون من ثاني ثانوي أولى ثانوي موظفين، أولى جامعة ثاني جامعة، فنتكلم عن جيل يعني يعتبر صغير. فدائما نصيحتي الدائمة لهم، أنا كذا أعتبر نفسي أخوهم الكبير، الاحترام، احترام العمر، احترام الخبرة، احترام المهام والمسؤوليات. فإذا قدمت الاحترام دائما، أوكي قد تكون شخصيتك مرة بارزة ورهيبة والمفروض أنك أنت اللي تقود الفريق، بس ما حد راح يكون جزء أو تحت قيادتك إذا ما كنت تحترم من هم حولك. فإذا كنت تعتقد أنك قادر على أن تكون قائد حقيقي، يجب أن تجاهد نفسك على احترام الجميع واحترام مهامهم واحترام قيمهم. هذا أمر قطعي. فاحترام الاحترام الاحترام هو من يمنحك القيادة فعلا. تمام. السؤال اللي بعده من بدرية الغامدي تقول أكثر شيء يجعلك على استعداد للتحدي بكل مرة. أوكي. سؤال مهم أحتاجه. طيب نرجع للسؤال اللي هو إذا حولك ناس سوداويين شو تسوي؟ أهرب. إذا حولك ناس رهيبين يحفزونك لفعل المزيد تمسك فيهم قد ما تقدر. أحد أكثر الأسباب اللي أنا استخدمها في حياتي يعني استيقاظ كل يوم والبحث عن تحدي جديد أو حتى يشجعني يعني حتى في إكمال ما أفعل وقت التعب وكذا، لما تلفت حولي ناس أنا أقلهم اجتهاداً يا جماعة، والله حولي ناس يشتغلون بشكل عظيم. فإذا قدرت تلاقي هالناس حولك صدقني كل ما أحد منهم تعب راح يلتفت على اللي جنبه، إذا شافه يشتغل بيكمل شغل، إذا شافهم نايمين بيكمل نوم. فأحط نفسك بمجموعة فعلاً تحفزك، وأنا بالنسبة لي محاط بمجموعة مرة مرة محظوظ فيهم، ونقول إن شاء الله أنهم ما يملون مني في يوم يبطلون. فعلاً محمد ترى أكثر مؤثر على طاقاتنا وشعورنا وكل شيء حولنا هم الأشخاص. يعني ممكن مرات تجيني حالة إنه أنا فعلاً أحس في مشكلة بحياتي بس ما أدري وش هي. أنا شخصية ناجحة قادر يعني كل شيء موفر لي، لكن مرات إنه الفكرة أن طالع الناس اللي حولك، الناس اللي حفزونك فعلاً. تمسك فيهم قد ما تقدر، لا تهرب. عساكم تمسكون فيني يا جماعة. شكراً جزيلاً. الله يعطيكم العافية. كنت أنا معاكم محمد الموسى. شوفكم إن شاء الله على خير. يعطيك العافية محمد. شكراً لك.